Thank you.
اصيلا ضيفه خاصه كبرانو بشمدي تاكستو اوثورايتو ديمقراطيتو دمن بشينو بشلومو اصل اصل اردو حافه بينو سينا وحيو دو تور عبدين وحيو دو سريويو تور عبدين دهولندا بشينو بشلومو اصي واصي مو موت بوديعيتو دهنجلو بشينو اصل بينو سينا تودي غلبه أو خايشمو وغلبي نقحرة وحيسو Thank you.
Sir Abdi, the Holland, Hadros and Harit Mirzam, Kadem Lanmelo, Toby Sagi. Voorzitter van de Federatie Turabdi Nederland, de heer Sanarit Mirza, voor u spreken. Ahia Hove, Miakre, Sihuko Rafa, Adioma Buyo Manet, Mustakina, Mahdode Buyo Mubasimano, Mahtaflina, Munasabe, Galabe, Miakato Alena. قلت لك سيحيو طور أفتس لي نمانو بش مدوحيو دكتور عبدين تهنيو تهني تاكستو دوريتو ديمقراطيتو بيدي كردي شاتو دحا مش لدي دهاوي موعدو دمو لديلا إن تاكستو دبديلا ميومو دم عزيزو إن شاء الله وفكر مكونو يو فولدي قويو بين دعا ميدان بواترو بينو خرويوكو ميقم كمويشنك ميزاكرنو أحي أحواتي إنا قد حدا مروان نشي اسمه بورويو مقابل وإفرد فعل غلبة سربي وقشيو فضل دجهود دا فالو حبقا ودا حضري ومبفري أفالو حد كتنا بنتاكستو اتساهيري بلبلي جبوه دشري وفكر مثونويو بين دعا ميدان متحامل لها الشكلة دا دم تعب كلي نتهديدة دومحيو نسعري الكيو تقرعو دم سبب ليل نيو نوشيت كتوية دطو في الحلوم في نيو الفضل دجول دم نوشاني دفع لوحاني دي منطورون وفف دو فكرا في نيو ماطينا دي مدرغو وشاميدا وعاميدا فايش متفام يقضي يمثون ايدرو اشبو ايديدا هاوي ايضا كستو لطالو حانك احكامو يكمينا احنا لطاعنا وكل مدخون في نيو ابقاو دا حضري ولاروا بيدا لطالو حانك كلي كمينا تدخو يقورو رابو بلي بينا احي وحوفي بفترة حاريتو كوزينا افلحو نبقاو دا حضري بوروبا كولا اسمو كنفسي وانو ومال الكتاب النشنيك حاموي لا توقع في الحانة غلبة شاحين الكتوى هدوكم شيلينا روحينا ونقصوا دف الحونة بقاو دا حضري وانا ما حضرت كمي حولي القهوة هلو ميدانو خليوكو فولي تقيتو يو هلو ميدانو خليوكو قو فكر مثونو يو بقاو دا حضراني يو كلوزن شيلينا روحينا وشيو لانو احي وحوتي كتلي هاي منوثو اتكتيو خلويوثو فوليتي قيتو يو بين دعاء ميدان كلوزم احنا سيمينا ومد الكيبان علي رتفينا احيو دريدان بوكو كريم ثونو يو ميقم ما ميحاولي القهوة ولدوكو دي دوت شعني ودوس كان بيل فانو لكو مرنو وميدان ولين تاكستو اشبو يدعبرو ما حضراني وما قيملي لو فانو لكو مرنو وميدان ولو عمو اشبو يدهني عبري خصوصا اللي على المتوب كتي والارول ما حضري وما حايودي وما تقوصو ايه من قد من نوتو دهوي وبين دا حضري دان وبين دعا ميدان دعا ميدان ولا فالو حبقا ودا حضري لمؤسسة دعا ميدان كوري اتشغلنا ما ايش نتايكي ومنو دو احي وحوثي ومستقبل دعا ميدان بنش نريك دوتن بمحاطة بنيني أبطال وحاني كتني وحقوا انفنويو ما حضري خيودي و أكابي فريد قوي أحي وحوثي كلوزن شوي توقع سنين أو ميدة كيتو في مقدور أيضا لدم ساكينا حضر أيضا اللي دهنا كل شكلي يقاعد مرتاقي بواعا ميدا كولي وكلوزن لو ما حكينا ويقرا كل بقاو دا حضري عن مجموعة انا عمتا ما فالوحي ونطرينا من اي تسيني وفي الحونة كله وقيوقر علي وفي الحونة وقيوقر علي وطانو يمكن غلبة من اي يتي بابوتي كلوزم وميدانو لو تورينا لي دهوي جيتو ميدي غلبة مهم وده يمكن الشغاليات كمان النوشة ما حاضري دلويو انترسانستي بس كوبانا دمانو لانو شاني هي حقيقة لانو لقتل مستقبل وعا ميدا كعام ميزو كتلة هو يوثو
مردون زنیتو دلو ما حضره دلو ما گابه خول تقوی کتلی خبران آیمو کبانو دومانو لیلی موتو لیلی موتو کتیو و ایتلو دعا میدن میعلی موتو کمشغنو و ایلکو مرنو کتلان سبرو بیعلی موتو ایدن تی حیلی فیدن کتلان سبرو بو آمیدن تی حیلی فیدن تو دیلو توبي سالبي حبر سن حارق مرزا حبر قعدو بدوخ سيسيل مارسل موغا بوسيمولويو يابو قد ده هولندا هكيد مخدمو لن ميلي بس كتلي مطلوبية منخو خد كم سنتيتو أعلي كم سنتيتو أعلى ستي لين لبنا يعني فدو سنوتو كلنا خاكمونو كتلي ما دحين من واحد روح مجبر لو سامت لو مخفرت مني كي بنو تقلال على المجبر لأن كل حد مجبر لازم يوبينا لأي طورو لازم ما صيفينا أنجا خبوما لو شخولو يلفينا مدونة محدودة بس مجغال خوستي ما خبره بو خبرو بل كي ميمو خبره تعيش عصره بعميخو فاوستي طويو عملي وشبخونو على بيت وتودي اقبل ده هير ميرجع Vriendelijk bedanken voor zijn boeiende speech. Nu wil ik graag Cecile Marschot uitnodigen. Ze is statenlid van GroenLinks van de provincie Overijssel. Ik wil een hartelijk applaus en graag uw aandacht. Dank u wel. Zomaar over een kratje bier naar binnen lopen. Goedenavond, dames en heren. Van harte wil ik u feliciteren met het 35-jarig jubileum van AMA. Namens de fracties van GroenLinks, van Provinciale Staten van Overijssel en van de gemeenteraad van Enschede. Ook al bereikte de uitnodiging om dit feest met u te vieren ons vrij laat en zijn de meeste politici op reces, zoals dat heet, ik ben blij dat ik hier aanwezig kan zijn. Feestelijke gebeurtenis. Er is een fantastische zangeres in ons midden en er zal toch ook nog gedanst verder moeten worden. Toch wil ik graag even kort stilstaan bij de geschiedenis van de Assyrische gemeenschap hier in Enschede of Twente, zoals ik die in 1986 heb leren kennen. In februari 1986 ben ik lid geworden van het comité Help de Vluchtelingen uit Syrië. En dit comité hebben we pas in november 1989 kunnen opheffen. Dus bijna 4 jaar lang hebben wij gezamenlijk met u en het Vluchtelingenwerk Enschede geknokt met de Nederlandse overheid en het ministerie van Justitie om voor een grote groep Assyriërs hier politiek asiel aan te vragen. Ter gelegenheid van deze avond ben ik even in mijn archief gedoken en ik moet u zeggen dat ik nog steeds verbijsterd ben over de hele gang van zaken in die tijd. Velen van u zullen zich dat ongetwijfeld nog herinneren. Door deze ervaringen ben ik zeer gemotiveerd om met mijn partij en in samenwerking met vluchtelingenorganisaties alles in het werk te stellen om herhaling van deze beschamende toestanden te voorkomen. In die tijd werd het bestaan van de Assyrian Democratic Organization door het ministerie van Justitie simpelweg ontkend. In 1986 beloofden ze een serieus onderzoek te doen. Maar pas in april 1988 werd ADO erkend in één van de vele beroepszaken. ADO heeft dus uiteindelijk een zeer belangrijke rol gespeeld in deze hele affaire. Dames en heren, ik kan u feliciteren met een dergelijke internationale organisatie die op een vreedzame manier wil strijden voor de rechten van de Assyriërs en met name dat vreedzame spreekt ons erg aan. Sinds 1989 bereiken wij voornamelijk positieve signalen over de situatie van bedoelde groep vluchtelingen. Velen studeren
of zijn inmiddels afgestudeerd. Hebben werk, een eigen bedrijf enzovoorts. Mede dankzij deze organisatie. Men stimuleert elkaar. Vaak gebruik ik uw resultaten als voorbeeld wanneer collega-politici zich weifelend uitlaten over integratiemogelijkheden van erkende vluchtelingen.